عدينا اول مشكله وقلنا ان حكم نادر امر الدوله يعني هو قيم الامور غلط. طيب فكره ان هو يستنى 25 دقيقه لغايه ما الفار يتصلح وينتظر طول الفتره دي وبعد كده عشان يشوف اللعبه ويقرر الجون صحيح ولا يلغي الجون 25 دقيقه ده احنا بنتكلم صح؟ طبعا الانتظار الكبير اللي حصل عشان يصلح الفار طبعا هو في القانون، لو الفار اتعطل انت استمر اللعب. ليه بقى؟ ولو استمر اللعب على فكره ده البروتوكول الفار كده، لو الفار اتعطل حتى جزئي او كلي طول المباراه بيستمر اللعب. لكن انت حتى الـ مش من حظ نادر ان راح شافها، لان لو راح شافها وخد القرار صح الانتظار ده ما كناش اتكلمنا عليه. انت انتظرت الفتره دي كلها ورجعت القرار خطا لان شفتها، وبالتالي يعني لو استمر اللعب وبدون الفار وانت اخطات انت ما شفتش، لكن انت رحت شفتها وبالتالي رجعت برضه بقرار خاطئ. طبعا ترتب على قرار خاطئ انسحاب انبي لمده 10 دقائق، فبنتكلم على 25 دقيقه ما حصلتش في ماتش ان يبقى في وقت بدل ضايع 25 دقيقه بشوط. هو لازم يعني يعني متهيألي هتسجل في طبعا دي مصاد جينيس طبعا يا فندم، بنتكلم حاجات ما بتحصلش في دور الماتش. اتمنى ان الماتش يخلص قبل الحلقه ما تخلص، مش عشان حاجه، عشان نعرف بس النتيجة يعني. هو دلوقتي النتيجة 1-1 وفاضل 4 دقايق، أو إحنا خلصنا الوقت الإضافي الثاني، بنلعب بقى 2 دقيقة وفاضل دقيقة واحدة والماتش يخلص. فاضل دقيقة. طب الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله. طيب نعمل إيه طيب كابتن جهاد؟ الثاني طبعا اللعيبة اعترضت، الحكم ما حسبش. لان فعلا الحكم بقى تحت ضغوط غير طبيعيه، كله بيعترض، الدنيا كلها بتعترض هنا وهنا في الفرقتين. ما حسبش الحكم، الفار استدعاه لمسه يد في ايد سعد سمير. كان في قبلها شك في لمسه يد في لاعب انبي، الصوره وضحت ان جت في راس لاعب انبي ما جتش في ايده. واستمر اللعب وبعد كده اتشاطت على الجون، جت في ايد سعد سمير، وركله جزاء صحيحه تم احتسابها وانذار لسعد سمير. الحكم الفار دخل صح، والحكم خد بيه المره دي. يعني لو كان خد بيه المره اللي فاتت في الغاء الهدف وخد بيه المره دي كنا خرجنا من الماتش بدون اخطاء تحكيميه. كابتن جهاد لكن بنتكلم ان في خطا تحكيمي كبير حصل في بدايه المباراه في الشوط الثاني الهدف فيوتشر. هل كان ينفع ان الحكم يطلع يشوف الفار اللي بره؟ بره فين؟ اللي موجود بره في العربيه. لا استحاله طبعا. مش موجوده البروتوكول الفار، الشاشه اللي موجوده في الملعب. لو الشاشه ما صلحتش انت تكمل ماتشك عادي خالص، وماتش قانوني. مش شرط الفار يرجع يعني. بس هو طبعا عشان اللعبه مهمه وعشان اللعبه جدليه، فهو الفار اقنعه لما بالكلام، قال لك ما تستنيش لما تشوف اللعبه. لكن هو لو الفار ما تصلحش عادي الماتش استوقف عادي من غير فار، وده ماتش يبقى قانوني مفيش مشكله خالص. طيب سؤال تاني يا كابتن جهاد معلش، لو الماتش انتهى وامبي اتغلب من فيوتشر، لو امبي قدم شكوى هل يتم احتساب يعني اعاده الماتش مره اخرى؟ بص يا استاذ رجاي، انا هنا في مصر مش مفيش حاجه مضمونه، بس انا بكلمك ان الخطا اللي حصل ده خطا قانوني وفي تطبيق قانون ورؤيه حكم لما راح شافها، وبالتالي بتفسر الامور حسب الوضع الموجود. فما اعرفش، انا هكلمك بمنتهى الصراحه ما اعرفش هيوصل لايه. هو دلوقتي الماتش على فكره يعني وفقا للقانون، رايحين دلوقتي دركات الترجيح من وفقا للقانون واللوائح والاعراف، يعني لو ام بيشتكى ان في خطا، الخطا ده غير مصر. اعتقادي الشخصي بعد الماتش هتلاقي ام بي بيشتكي وهتلاقي فيوتشر بيشتكي، ما حدش النهارده رضي عن التحكيم تماما طول المباراه. طبعا الماتش النهارده تحكيميا لا، الدنيا رايحه في مكان مش كويس، والناس كلها بتعترض دلوقتي، وكروت كتيره طلعت، وكروت حمراء يمين وكروت حمراء شمال، والناس بتشتكي، والاشكال اللي قدام التلفزيون فعلا منظر مسيء للتحكيم المصري النهارده في المباراه. طب نعمل ايه يعني يا كابتن جاد؟ يعني احنا زي ما كنا بنقول يعني في المقدمه، خبير تحكيم، خبير قصدي حكام يعني اجنبي، وجبنا ومحاضرات ولقاءات والاخطار، اخطاء ما هي اخطاء كارثيه مش اخطاء عاديه. خبير اجنبي المره اللي فاتت كنا بنتكلم، الخبير اجنبي ما كانش موجود في مصر، مارك. وكنا بنقول مارك في يعني قوه رئيس لجنه وبتدخل في تعيينات وبتدخل في قرارات، اللي موجود دلوقتي ما بيسافرش بره مصر، وانا كنت معاه على فكره عشان ينجح، لكن ما بيسافرش بره مصر. بس ما فيش تدخلات، ما فيش قرارات، ما فيش شغل على الارض. احنا بنشوف الاخطاء التحكيميه حصلت، هكلمك على ماتش الاسماعيلي والزمالك قريب، وخطا تحكيمي واضح الحكم راح شافه ورجعنا للخطا. النهارده نفس الكلام في ماتش انبي وفيوتشر، يعني عاوز اقول لك كميه كره حمراء وكميه عبد الظاهر السقا انطرد، ودلوقتي مدير الكره في انبي بينطرد. بنتكلم في ماتش فيه احداث غير طبيعيه، لا بيسيء للتحكيم المصري بالمنظر ده. فبالتالي دول دلوقتي في اخطاء، واخطاء مكرره، يبقى ما فيش شغل على الارض. هو دي المشكله يا استاذ رجاء.